بشرى سارة للعرب المقيمين في الدول العربية أو اللاجئين فيها أو حتى اللاجئين في الدول الأوروبية ويرغبون بالهجرة إلى كندا، حيث كشفت كندا عن خططها المتعلقة باستقبال المهاجرين، مشيرة إلى أنها تسعى لاستقبال ما يصل إلى نصف مليون مهاجر بحلول العام 2025. فعلى الراغبين بتلبية النداء من اللاجئين التسجيل مباشرة في مفوضية الأمم المتحدة مع التأكيد على إعلان رغبتكم علانية بإعادة التوطين إلى كندا. وفي سياق آخر، يمكنكم التقديم عن طريق أكثر من برنامج للهجرة إلى كندا، منها برنامج الترسيخ الإقليمي والبرنامج السريع أو برنامج الشركات أو برنامج العائلات، كما كشف وزير الهجرة الكندي شون فيزر خلال مؤتمر صحفي أن كندا ستعزز أهدافها المتعلقة بالهجرة، حيث تواجه الشركات الكندية أكثر أزمة عمالية على الإطلاق، حيث تم تسجيل 1 مليون وظيفة شاغرة من شهر مارس الماضي. وأضاف فيزر: يتفهم الكثيرون الحاجة إلى الاستمرار في زيادة عدد سكاننا إذا أردنا تلبية احتياجاتنا من القوى العاملة. كان معكم آدم، وطاب مساؤكم.